السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة تربح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجاء ضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا مجموعة جديدة من الأردروبات، بس قبل البدء فيها معانا أردروب قديم أوي، يعتبر من أقدم الأردروبات اللي مسجلين فيها حتى قبل ما أنشئ قناة. الأردروب ده خاص بعملة اسمها أوبن واي فاي. الأردروب ده كان تقريبا من سنة ونص أو حاجة زي كده. حاليا تم فتح إن أنت ممكن تسحب العملة بتاعتك على محفظة ستيلر. الموقع نفسه لما تيجي تخش عليه هتلاقيه الموقع السيرفر اتغير وبيحولك على الموقع الجديد. انا هسيب لكم رابط الموقع الجديد، هتخش تسجل فيه بنفس تسجيل دخول بنفس اليوزر والباسورد او بنفس الايميل والباسورد اللي سجلت بيهم في الموقع القديم. هيطلب منك زي اعاده تفعيل لما تيجي تخش عشان تتاكد ان هو الايميل بتاعك ولا لا، او ده حسابك ولا لا. فهتقول له ريسند ايميل، هيبقى بعت لك ايميل تفعيل على الايميل بتاعك، هتفعل من اول وجديد. بعد كده هتخش على حسابك عادي على الموقع الجديد بتاعهم. هتخش اول حاجه كابتيريا، وهتلاقيها على طول هو بيطلبها منك، بس انا هوريها لك بعد ما خلصتها. هتدوس هنا على كلمه اكونت، يور اكونت. هتلاقي طالب منك اول حاجه كي اس بروف، طالب منك اول حاجه مثلا صوره البطاقه او صوره الباسبور، ومعاها برضو صوره سيلفي ليك مع انت ماسك البطاقه او الباسبور، تمام. وبعد كده اي اثبات عنوان ليك، وتالت حاجه بتحط له محفظه تيلورا، محفظه ستيلر. اوكي، اي محفظه ستيلر. هو بيرشح لك محفظه معينه، بس انت ممكن تستعمل اي محفظه انت بتستريح عليها بالنسبه لعمله ستيلر. هنا لسه عامل علامه استفهام عشان لسه تحت البيندنج، التاكيد هيتاكد من التفعيل، وبعد كده يبعت لي رساله وتسحب العمله. ال 135 اللي معايا دولت باذن الله يساوي حوالي 70 60 70 دولار حاجه زي كده. لو حد سجل انا هسيب لكم برده رابط تسجيل بالنسبه للناس اللي سجلت قبل كده. نخش بقى على اول دروب معانا. الدروب ده في مكسب حوالي 1,100,000 ساتوشي من عملة الإيثيريوم، تمام. طريقة التسجيل في عادي، هتسجل ايميل باسورد، تجيلك رسالة تفعيل المعتاد بتاعنا. المطلوب بس هنخش هنفعل وثائق، انا سبتها مرضتش افعلها، استنى عشان اوريلكوا طريقة الشرح. وطبعا في ربح عن طريق الحالات، اول حاجة مثلا تحط اسمك الاول والاخير وهكذا، ميدل نيم. انا اجرب بس عشان اعدي الخطوه دي معاكم واوريكم بس، وانتوا تكملوا بعد كده. وتختار النوع ذكر ولا انثى، كونتينيو. طالب منك هتفعل بايه، اختار باسبور او رخصه السواقه او بيزك ريسنت ريجستر او اذر. انت كان معاك كذا كذا حاجه في حريه التفعيل، يا اما باسبور لما رخصة السواقة، لإما دي أنا مش عارف إيه، ممكن تبقى احتمال البطاقة وأزر، ممكن نعتبر أزر هي البطاقة، تمام. وتحط له رقم الحاجة اللي أنت هتفعل بيها سواء الباسبور أو غيره، وتاريخ الميلاد بتاعك، والمكان، الدولة يعني بس أكيد الدولة. تختار دولتك، تمام. وهنا برضو ناشونالتي، الجنسية، وهكذا. وهتخش بعد كده تعالى بس نكتب له اي رقم، ايجيبت، ايجيبشن، اهي تمام. اكتب له تاريخ الميلاد، هو ناسي بقية الشهور ولا ايه؟ المهم هتخش هتخلص هنا. انا ممكن بس هنجرب كده، نكتب هنا اي رقم وندوس له كونتينيو نشوف هيكتب ايه، تمام. نفس القصه، تختار الدوله، المدينه، العنوان، كذا كذا كذا، وكمل تفعيل عادي يعني مفيش اي جديد. اكيد هيفعل يطلب منك صوره البطاقه او صوره الباسبور وهكذا، وهترفع الصور المطلوبه. الدروب مهم، وحتى الاحالات بتاعته تربح منها ربح كويس. هتخش هنا كلمه ريفيل، تاخد رابط الاحاله بتاعك، تاخد له تروج له وتحاول تكسب بإذن الله من الايردروب ده. نخش بقى على الايردروب اللي بعده. الايردروب ده مركب شوية، والمكسب بتاعه حوالي 50 دولار، ده أقل حاجة. أول حاجة هتلاقيني سيب لك اللينكات بالترتيب، لينك الموقع هتسجل في الموقع ده، تمام. وبعد التسجيل هتنشئ محفظة. تاني حاجة هتلاقيني سيب لك رابط المحفظة، يبقى أول حاجة الموقع، بعد كده المحفظة. بعد ما تنشئ المحفظة هتيجي تاخد محفظتك اللي هي محفظة العملة نفسها اللي هي اسمها ماتزا، اوكي.
والتسجيل في الموقع اول حاجه، هرجع بس تاني الموقع. الموقع ما فيهوش اي مشكله، بتسجل عادي ايميل بس ويجيلك رساله تفعيل، مش طالب تفعيل بيانات لغايه دلوقتي. وممكن نبص برضه نتاكد، نخش هنا على البروفايل بتاعنا، تفعيل وثائق، لا الموقع مش طالب تفعيل وثائق. تمام، يبقى اول خطوه هنسجل في الموقع، تاني خطوه هنسجل في المحفظه، وهتيجي هنا على المحفظه الاولانيه، العمله الاولانيه لعمله مازدا، هتقف عليها وتيجي تختار عنوان العمله، وهنخش بقى على اي تالت حاجه ده اللي هنحتاجها فيها اللي هي الفوست. ليك مره واحده في اليوم تيجي هنا تحط عنوان المحفظه، تدوس له كلمة كليك تروسيف. انا مش هينفع اعملها دلوقتي، بالنسبة لي هعملها تاني يوم بكرة لما اعدي على 24 ساعة. اوكي، يبقى ده كده الدروب اول حاجة. هعيد تاني، نسجل في الموقع، الموقع اهو، هنسجل في الموقع، بعد كده المحفظة، بعد كده هنيجي اسيب لكم صفحة الفوست دي، تيجي تحط فيها اللينك هنا. عاوز تشتغل على مهام اكتر، تعال نخش هنا على تيجي هنا اظهرها لكم، هتيجي تدوس على كامل جون اور بوينت بروجرام، هتيجي تحط الايميل بتاعك انت مسجل كل، طبعا هتوحد الكلام ده كله الايميل واحد، تيجي تحط اسمك الاول واسمك الاخير، ساين اب، هيديك رابط الاحاله ده هتشتغل عليه برضو، هتروج مع الناس. يعني يعتبر ممكن نقدر نعتبر ده رابع او ثالث رابط احاله دولكم، تمام، او هو يعتبر هو الفوست اللي انا واقف عليه نفسه. يعني انا هديك رابط الاحاله ده الفوست، عشان ده يعتبر الفوست مختلف، او الحنفيه دي منفصله عن الموقع. تمام، يبقى اول حاجه الموقع، فين هو الموقع ده؟ الموقع هتروج رابط الاحاله بتاعك، هتيجي هنا من كلمه ريفير يوزر، بيز ابديت بانك، في حاجه لازم افعلها الاول تقريبا، انا ممكن ايه نحط له اي ايميل هنا مثلا، انا كده كده مش مشترك في باي بال، بس احط له مثلا الايميل ده مؤقتا على انه ايميل باي بال. عشان يديني رابط الاحاله اخش ثاني كده اشوف اداني رابط الاحاله ولا لا، ما بيجيبش من هنا اساسا. ريفرنج تري، تايم، طب ريفر يوزر تري، مش من هنا خالص. ممكن يكون على الداشبورد انا ما خدتش بالي، احتمال. هو فعلا على الداشبورد، ما كانش محتاج حتى نعمل اللي انا عملته ده كله. وموضح لك هنا حتى المكاسب، انفايت فريندز، ديكوريت مزدا، دي فيها انت كل واحد هيسجل عن طريق، سيبك بقى من الدروب اللي هو في الاخر خالص ده، مبدئيا اللي هيسجل في الموقع ده عن طريقك انت هتاخد عن كل احاله حوالي 20 سنت. تمام، ليك مكاسب من الاحالات، انت توصل عن طريق مكسبك من الاحالات، غير كمان ان هم غير ال 20 سنت هتاخد 2 من عمله مازدا، مش عارف دي 2 ولا عملتين من عمله مازدا. تمام، بيقول لك انت ممكن تكسب لغايه 7500. تمام، يبقى اول حاجه معانا التسجيل في الموقع، ترويج رابط الاحاله، ورابط الاحاله بيبقى موجود في واجهه الداشبورد نفسها تحت. اوكي، بعد كده هننشئ المحفظه، وهتاخد العنوان ده وتيجي هنا كده كوبي، هتلاقي اللينك اللي انا سايبهولك واخد الشكل ده. تمام،
هتيجي تحط هنا رابط المحفظة وتدوس هنا كلمة علامة الكابتشا وتدوس كليك تو ريسيف. انت عشان تجيب رابط الإحالة بتاعك كمان جوه اللي هو الحنفية دي، هتيجي تدوس على كلمة بونت اللي انا دوست عليها، وهتروج لرابط الإحالة ده مع رابط الإحالة الأولاني. تمام، هتنشئ زي انا عملت كده، سجلت قصادك، وهتحط اسم وايميل، وبعد كده اديني رابط إحالة بالنسبة للسنبور ده عشان يشتغل عليه. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده. الدروب ده برضو مكون من جزئين. اول جزء ان انت لازم تكون مسجل في محفظة كوين باس عشان العملة توصلك على عنوان يكون جاي عنوان لعملة يو اس دي سي معمول على محفظة كوين باس. تمام، في الاول هتلاقيني سايب لك رابط بالنسبة للاردروب ده، رابط محفظة كوين باس هتسجل فيها الاول، وبعد كده الاردروب نفسه. الاردروب نفسه سهل مفيش اي مشكلة، هتسجل فيه، هتلاقي طالب منك ايميل باسورد هو المعتاد بتاعنا مفيش اي جديد، بس المطلوب منك هوريهولك حالا. بس نعمل ريفرش للصفحة. هو حتى فتح تسجيل دخول على طول. هوريكوا برضه الساين اب عشان يبقى عندك فكرة. زي انتم شايفين زي ما قلت لكم، طالب منك اسمك الاول واسمك الاخير. النكست اللي بعديه هيطلب مني الايميل والكلام الباسورد والكلام المعتاد بتاعنا. نخش بقى زين اب. انت مجرد تسجيلك وتفعيلك الرسالة هتجيلك على الايميل، بتاخد 500 سي بي او ويب. المهم الكلام ده بيتحول معاك بعد كده، هيتحول لعملة اليو اس دي. تمام، ايه المطلوب مني؟ هتيجي تاخد هنا، انت طبعا هتكون سجلت في محفظة كوين باس، هتيجي تختار بس من العملات دي عملة اسمها يو اس دي سي، هتدوس كده على كلمة ريسيف، تقول له اي اندرستاند، تنسخ عنوان العملة. هتيجي هنا ده في الموقع التاني الخاص بالايردروب، هو يعتبر هو بيقول لك مش عارف 19 ساعة ده والبيع يخلص ولا 19 ساعة والايردروب ينتهي. على العموم احنا نقول ان مثلا 19 ساعة والايردروب ينتهي. تمام، هنيجي هنا على كلمة على الثلاث شرطة دولت، هتختار كلمة ولت، لا مش ولت، ثانية واحدة، ثانية واحدة، اكونت سيتنج، اختار كلمة اكونت سيتنج، هتملأ بياناتك. تمام، هتكمل بقية بياناتك. يعني لو 500 عملة مظهرين قصادك، كمل بقية بياناتك. هتخش هنا زي ما قلت على كلمة اكونت سيتنج، هتملأ، حط اسمك الاول واسمك الاخير، اليوزر بتاعك، الايميل، لو اي حاجه ناقصه كانت من البيانات، البلد، المدينه، تاريخ الميلاد، النوع، ذكر الانثى، انت خريج كليه ولا ثانويه او معاك ايه بالظبط. المهم اخر حاجه بتيجي تحط هنا رقم المحفظه اللي احنا خدناها من هنا اهو، كوبي بيست. تمام، وهتدوس له سيف بروفايل، هيبقى معاك كده رصيد. هتكسب تاني ازاي؟ هتيجي على كلمه ريفيل، وما فيش مهام بالنسبه للدروب عشان ايه ما فيش اي مهام مطلوبه، كل مهام احنا بنسجل بس. هتيجي تاخد رابط الاحاله وتروج له مع الموقع اللي هو الخاص بالمحفظه. ده كان تاني اير دروب معانا. نخش على الدروب اللي بعده. ده اير دروب مركب برضو. نعمل له بس ريفرش الاول. اير دروب ده في مكسب برضه حوالي 50 دولار، لا ده اكتر من 50 دولار، تقريبا 80 دولار، من عملة اسمها اي زي كوين. طريقة التسجيل كالتالي، اول حاجة اللي انا واقف عليها دي محفظة انت هتسجل فيها. بعد ما هتسجل في المحفظة هتلاقيني سايب لك رابط تاني للموقع ده. تمام، ده الاير دروب بنفسه. هتيجي تحط اسمك بالكامل وهتحط رقم التليفون بالكامل حتى بالكود. يعني ازاي؟ يعني مثلا مصر هحط زائد اللي هي ايه و20، واحط له مثلا رقم تليفوني هكذا، واكمل رقم التليفون عادي واكمل. تمام، هتيجي هنا تحط ايميلك، وهتيجي هنا تحط يور وايلد كود. هتيجي هنا ترجع على المحفظة، هنا المحفظة بتاعتك اهو، تختار الكود كده وتحطه له هنا اهو في ثاني في رابع خانة، انا اسف. تمام، وهتيجي في ثالث خانة، قصدي اخر خانة، هقول لك هتحط ايه دلوقتي. لا مش هنا، بعد انت ما هتسجل هيظهر معاك الرقم ده. يعني انت اول ما هتعمل المحفظة
تمام، هيبقى ظاهر قصادك بس رقم المحفظة اللي هو على الشمال ده. بعد ما هتخلص تسجيل هنا هيوصل لك رصيد، انا هوصل رصيد اهو من العملة، تقريبا عملة ال 10,000 ال 10 مليون ساتوشي، يعني تعتبر واحد عملة تقريبا. تمام، عيد بس كلام من الاول. اول حاجة هنسجل في المحفظة وهنيجي ننسخ بس من المحفظة، بس كل اللي محتاجينه هنا دلوقتي رقم المحفظة، هتيجي تحطه في الخانة دي. تمام، وفي اول خانة اسمك بالكامل ورقم التليفون والايميل، اخر خانة انا هسيب لك رقم، ده رقم الانفيتيشن بتاعي الاحالة بتاعتي. مش هتاخد انت الرصيد من العملة، مش هيظهر لك في محفظتك غير لما تحط رقم الانفيتيشن بتاع صاحب الاحالة. تمام، انت تجيب بقى رقم الانفيتيشن بتاعك ازاي عشان تروج للاحالة؟ انت بمجرد ما هتخلص هنا وتبقى حاطط رقم الاحالة بتاعك، دوس كلمة سبمنت وتيجي تعمل ريفرش لمحفظتك، هتلاقي رصيدك ظهر، وظهر حاجة زيادة ما كانتش موجودة، هتلاقي دي في الاول مش ظاهرة عندك، اللي هو الرقم ده، الرقم ده هو ده رقم الاحالة بتاعك. هتيجي تروج له، تقول للناس اللي هتعمل احالة عن طريقك تيجي تحط الرقم ده هنا اهو. تمام، الرقم ده بتجيبه من هنا، الرقم ده مختلف عن الرقم ده، ده رقم المحفظه، ده رقم الاحاله بتاعك، او من هنا ظاهر اكتر، ادي رقم الاحاله، هاته من هنا افضل، سيبك من هنا عشان هنا ما بيظهرش كامل، ده الاهم، ده رقم الاحاله. تمام، اللي هو رقم انفيتيشن، تيجي تاخده كوبي وتقول للناس لما تيجي تسجل في الايردروب، صفحه الايردروب، تحط الايه الكود بتاع الاحاله بتاعك كده بالظبط. تمام، على بس يكون الدروب واضح معاكم، نخش بقى الدروب اللي بعده، ده خاص بعملة اسمها روفيت، انا شرحتها امبارح، عايزين نرجع لها كده بس الصفحة الرئيسية. العملة مهمة بس في ناس مش وصلها وما فيهاش مهام، يعني كل الفكرة نفسها ان هي ما فيهاش مهام، انت بتسجل بتحصل على 50 عملة من الايه، من عملة ريبت. نعم، بس ريفرش الصفحة، هو جد جديد فيها فعشان كده النهاردة بشرحها بزيادة. أول حاجة هتسجل، تمام، في الموقع عادي، غير التسجيل مطلوب منك إن أنت مجرد تسجيل بس في الأول، بتاخد 50 عملة دولت مضمونين بيتحولوا معاك لعملة ريبت. تمام، وعن كل إحالة بتاخد 40 عملة دايركت من عملة ريبت عن كل إحالة أنت بتجيبها. إيه الجديد بقى اللي جد بقى التسجيل؟ في اير دروب بنزلوه، ده يعتبر اللي فيه المهام. انت بالنسبه للاير دروب ده هتسجل في الموقع وكده هيوصلك رصيدك، ده مضمون. ثاني حاجه مطلوب منك انت تسجل في الاير دروب عشان توصل لك عملات زياده. الاير دروب عباره عن فورم، اللي هو الفورم اللي خد الشكل الجديد ده، بس نعمل ريفرش برضو. نصيحة بس كده، الصبح ما تعمل ما انصحش حد اليومين دولت ببيع العملات، يعني معظم العملات ابتدت تنزل، اسعار تنزل، فنصبر شوية الاسعار لما ترفع تاني. يعني لو انت معاك عملة ولا حاجة حتى لو نزلت منصات، اصبر عليها شوية، الاسعار اليومين دولت في النازل قوي بالنسبة لمعظم العملات، فنصبر هات لما ايه تبتدي الاسعار ترتفع تاني. تمام، الصفحة تتحمل معانا ايه، هذه المهام. اول مهمه طالب منك فولو لتويتر، بعد كده ريتويت، بعد كده دي مش شرط تعملها، المهمه بتاعت المدونه انت تكتب مدونه وتعمل لهم بلوج. خلينا في المهمه اللي بعدها، ميك يوتيوب فيديو اباوت، دي لو هتعمل فيديو برضو مش شرط تعملها، خليك في المهام السهله. يبقى اول حاجه، اول مهمه، وتاني مهمه، وخامس مهمه اللي يعتبر الاحالات، بعد كده انت انضمام لموقع كده عامل زي التليجرام، هو موقع معروف ان هو موقع ديسكارت، موقع شات برضو، وبعد كده برضو هنضم هنا تحط اليوزر بتاعك بتاع موقع ديسكارد. انا يعني ممكن انضم معاك واوضح لكم الفكره، هندوس هنا، انا كده انضميت للجروب بتاعهم على موقع ديسكارد. هطلب مني في تاني خانة بس هاجي اخد ايه اليوزر بتاعك، اليوزر بتاخده بالرقم اللي تحتيه،
تمام كده نسخت كوبي، هرجع تاني هنا هقول له كونتينيو، هنا طالب مني احط ريفرنس لما اكمله تفاصيل البيانات برضو. حتى ما طلبهاش مني هو كده عشان تقريبا مربوط بالموقع نفسه. بعد كده هنا تويت، هنا كرييت روهيت ميمو اند جيفت، دي انا مش فاهمها، تقريبا عاوز نعمل له شير، هنيجي نعمل شير كده نجرب معاكم. انا المهم بس اللي ايه ببقى شاكك فيها، سيبك من ده، فين راحت اهي، نجرب على لينك انستجرام مثلا. تقريبا عاوز نعمل له بوست، تمام. فانت حاول تعمل بوست، هتختار واحد من دول تعمل بوست، بس انا معايا مشكله في الفيس احلها وبعد كده اكمل بقيه المهام. وهنا دي بقى اهم واحده اللي فيها 60 من العمله اللي هو ساين اب من موقع روهيت، هحط له الايميل اللي انا مسجل فيه موقع روهيت هنا، تمام. اتاكد برضه انا مسجل بقى ايميل، تمام. انسخ الايميل احطه له هنا اهو، وهنا ريتويت برضو. اخر حاجه ده خاصه برضو بالايه بعمله الموقع اللي كلمتكم عليها امبارح اللي هي عمله انجن، انت ممكن ترجع لنفس الايردروب بتاع امبارح، كان في ايردروب انا مسميه عمله انجن، يعتبر كده اللي هي المحفظه دي هيوصل لنا عليها عملتين، العمله بتاع ايردروب بتاع امبارح ودي ايردروب، ده ايردروب وده ايردروب، يعني ده مختلفين عن بعض، بس صدفه ان هم طالبين نفس المحفظه، فهتدي له عنوان محفظه اندرين لو طلبها، وطلب منك هنا التحميل تقريبا فقط، مش شرط ان انا احملها بالفعل، ادوس له مثلا كونتينيو، خلاص انا ادوس له على اللينك كده اعتبر ان هو حملها. في حاله بقى لما الدروب بينتهي هنشوف هيوصل لنا العمله ازاي، هتوصل لنا على محفظه انجن ولا هتوصل لنا على الموقع، يعني 90% توصل لنا على موقع روهيت نفسه عشان اديته الايميل اللي انا مسجل بيه. الدروب مهم سواء ده او ده، والاثنين مرتبطين ببعض، يا ريت نسجل فيهم باذن الله. نخش بقى كده الدروب اللي بعده، ده تذكير بس كده، دروب بره بينتهي وكنا سجلنا فيهم من فتره، هو عبارة عن منصة اسمها بي تي سي كول بتدينا رصيد من عملة، ثانية واحدة هنخش كده على كلمة اسيست، هي بتديك 3000 من عملة بيكو اللي هي عملة المنصة نفسها، وعن كل حالة 1000 عملة. أنا كان معايا مثلا 3000 ومعايا تقريبا سجل 11 واحد، فخدت 11، خدت كده رصيدي 14000 منهم. وبإذن الله أول ما هيبقى عليها تداول، اول ما تلاقي الخانه دي اتفتحت زي بقيه القناه يبقى التداول تم، فتح اي تداول عليها. هتلاقي برضو منزل فيديو تذكير للناس، هسيب لكم برضو الرابط للتسجيل فيها. تاني اردروب معانا خاص بعمله اسمها ترو فيد باك، هي اللي عامل اللي مبدئيا كده بالنسبه للاردروب ده، هو صاحب العمله شركه من شركات السيرفي، سكاتر السيرفي اللي هي الشركات اللي بتعمل استطلاعات، تمام. فعشان كده هو ايه طالب منك تحميل برنامج، مش مشترك على الجروب تيجرام ده، هبتدي معاك الايردروب من اوله. اول ما بيفتح معاك الايردروب بيديك كباتشا عباره عن ارقام، تكتب له الاجابه بتاعتك اجابه، بس انت تحط نفس الارقام الموجوده هنا تحط له الارقام تاني. بعد كده بيطلب منك المهام كالتالي، اول حاجه اشتراك في جروب تليجرام، بعد كده بيقول لك لازم تنزل البرنامج ده، تمام. بس انا مش مديك الاندرويد، البرنامج ده بينزل على الموبايلات اندرويد بس. البرنامج ده سهل ولا محفظه ولا حاجه، هو عباره عن برنامج سيرفي، نفس الوقت هو بيديك يعني انت مجرد تنزيلك للبرنامج جوه البرنامج نفسه جواه محفظه، تمام، بس خاصه بالعمله بس، تمام. بتاخد 5000 من عمله تي اف بي، ده مجرد تنزيلك للمحفظه غير الايردروب، يعني الايردروب هتاخد منه رصيد من تحميلك للمحفظه، وجوه المحفظه نفسها او جوه البرنامج نفسه هتلاقي فيه رصيد ظاهر لك لو انت عملت اول سيرفي. اول سيرفي ده سهل، بيديك 15 سؤال كده حاجات بسيطه، انت ذكر انثى اسمك ايه، ما اعرفش اول مره استعملت عملات الكترونيه امتى، حاجات اسئله هايفه كده ملهاش لازمه، هتاخد فيها حوالي 5000 عمله، تمام. يبقى انت هتنزل البرنامج وهتسجل فيه بايميلك، وهترجع تحط الايميل هنا نفس سجلت فيه برنامج، تمام. يبقى اول خطوه اشتراك في جروب تليجرام، بعد كده تحميل البرنامج والتسجيل فيه، بعد كده
هتعمل له فولو وريتويت الاول بوست موجود في الصفحه دي بالنسبه لتويتر. بعد كده بقول لك ايه، هل بيقول لك لازم ايه تعمل سيرفي واحد على الاقل جوه البرنامج اللي احنا نزلناه. فانت اول سيرفي هتلاقيه موجود سهل، مش 10 تقريبا، 15 بالظبط 15 سؤال وكلهم اختيارات. هو ممكن تجاوب بعد كده بكلمه يس او نو، يعني بسالك اسئله انت قبل كده مثلا استعملت عملات الكترونيه، اه ممكن تقول له نو يس، الاسئله اللي هي السهله دي. بعد كده ثالث او رابع دي وخامس مهمه كمان معانا اهي، هتعمل اشتراك في جروب تليجرام تاني. بعد كده هتعمل فولو وريتويت الاول بوست خاص بالعمله هنا على الموقع ده برضو على تويتر. بعد كده بدوس له كلمه سبميت، يبتدي ياكد منك البيانات. طالب منك اول حاجه الايميل اللي انت سجلت بيه في البرنامج هتحطه له، بعد كده اليوزر اللي انت عملت بيه ريتويت هتحطه له على تويتر. بعد كده بيسالك بقى اسئله وانت تقول له يس او نو جوه التليجرام نفسه. بيقول لك انت اشتركت في نزلت البرنامج يس، بعد كده بيقول لك انت عملت فولو ريتويت البوست اللي هو على تويتر يس، ونفس السؤال يس. بعد كده بيطلب منك رقم محفظه الايه سوري الموبايل بتاعتك. اه في معلومه سيد اقول لكم عليها، وانت بتسجل في البرنامج الميزه في البرنامج ده او جماله ان انت عشان بيديك مصداقيه، ان هو اول حاجه بيطلب منك اسمك واليوزر نيم بتاعك والكلام ده، وفي نفس الوقت اخر خانه بيطلب منك رقم محفظه الايثيريوم موبايل بتاعتك. فانت بجهز رقم محفظه الايثيريوم موبايل بتاعتك عشان حتى يبعت لك عليها رصيدك، مش من البوت ده نفسه، من البرنامج بتاع المحفظه نفسه. تمام، بعد كده خلاص بتتابع رصيدك وكل احاله والكلام ده. يعني تيجي هنا على رابط الاحاله، تجيب رابط الاحاله وبيظهر لك على طول اوتوماتيك، بيقول لك ان هو يديك عن كل احاله 20,000 من العمله. تمام، خش على الدروب اللي بعده. الايردروب بس عشان قرب ينتهي، فايه حبيت اذكركم بيها، ممكن كنا شرحناها من فتره، وخاص بعمله اسمها سي بي سي ايردروب بوت. الايردروب بيفتح معانا كالتالي، الايردروب مبدئيا خاص بعمله اسمها سي بي سي. تمام، الايردروب هيفتح معاك اول حاجه، بيطلب هو بيديك مهمه كده بس هي مش ظاهره قصادا حاليا عشان ايه المهمه بتختفي، يعني هو المهام بتاعته بس هو مهام سهله. الاشتراك في جروب تليجرام، هيطلب منك تعمل له فولو على تويتر وتحط له اليوزر اللي انت عملت بيه، ما فيهاش صعوبه او ما فيهاش مشكله. تمام، بعد كده بيديك بيطلب منك رقم محفظه الاستوديو موبايل بتاعتك، وبعد كده بيديك رابط الاحاله وبتتابع رصيدك كل حد يسجل عن طريقك. تمام، الدروب سهل وما فيش اي مشكله، وانا هسيب لكم الرابط بتاعه سهل قوي الدروب ده نفسه. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده، الدروب ده هيدينا 250 من عمله اسمها كينو. الدروب فيه مهمتين اساسيين، اول حاجه اشتراك في جروب تليجرام اول وتاني، وبعد كده تعمل له فولو على موقع ميدان بس. وهتيجي هنا تحط اليوزر بتاعك بتاع التليجرام او مودم او ميدان، اختار حاجه من الاثنين. تمام، يور تليجرام يوزر دي اند تقريبا اند اند ميدان ايه، يبقى تحط الاثنين في خانه واحده. نيجي كده نعمل معاكم الاشتراك الاول، نحل معاكم الدروب ده نسجل فيه مع بعض. تمام، اول جروب تليجرام اهو، نخش على جروب تليجرام التاني. نيجي بعد كده على موقع ميدام اهو، لا ده كده هيدينا 1000، انا اسف ليكم، هيدينا 1000 من عملة كينو، 250 في 250 في 500. بس انا مش عارف هو بيوفره هنا ولا ايه بصراحه، ما هو الدروب غبي قوي. طب ما كنت عملت خانه للتليجرام وخانه لوحدها لموقع ميدم عشان احط اليوزر. تفتح بس معانا موقع ميدم ده، ساعات بيبقى تقيل شويه. المهم احنا عارفين الموقع ميدم عشان هيطول معانا، عارفه بيتقل عندي الجهاز شويه. فالمهم هتعمل له فولو فقط، هو طالب فولو
وهتيجي تحط هنا اليوزر بتاعك مثلا بتاع التليجرام بالشكل ده، وتاخد مسافة وتحط له اليوزر بتاع موقع ميدان، وهتيجي هنا تحط الايميل بتاعك وهتحط هنا رقم محفظة الاثيريوم والي بتاعتك وتدوس له كلمة سبميت. ده كده الايردروب. بس نتأكد من حاجة، if you leave the group telegram before distributing the token you don't get. هنا بيديك معلومة بيقول لك لو انت سبت جروبين تليجرام دولت بعد انت لقيت انا سجلت في الدروب واستنيت يوم ولا يومين وما ايه قمت خلعت ايه جيت عملت ليف من جروب تليجرام، بيقول لك ايه مش هيوصل لك العملة بتاعتك. تمام، هو شكله هو فتح معانا موقع ميدم. طب تمام، هعملها معاك وهقفله. كل اللي هنعمله هنعمل هنا فولو بس. تمام، هنعمل ريفرش برضه نتأكد. تمام، باجي اخش باخد اليوزر بتاعي. احط له اليوزر برضو بتاع اي موقع ميدم، واحط له هنا الايميل، واجي هنا احط رقم محفظه الاثيريوم والي بتاعتي، تمام، ادوس كلمه سبميت. خلاص كده الدروب يعتبر الدروب ده يعتبر ما فيهوش احالات عشان ما حدش يدعي بيه، هو ما فيهوش احالات. نخش بقى على الدروب اللي بعده. الدروب اللي بعده خاص بعملة اسمها بي اكس بي، عملة كده كده نزلت منصات بتتداول على بعض المنصات. الدروب بتسجيل فيه اول ما يفتح اللينك اللي انا هسيبه لك هتلاقيه كلمة ساين اب ظهرت لك، وعامل زي الدروب اللي عاملة زي الفورم بالشكل ده. هات لي طالب منك اسمك وايميلك وهتحل تقول له موافق وتعلم حل الكابتشا وتدوس له ساين اب، هتجيلك رسالة تفعيل على الايميل وبعد كده هيفتح معاك بالشكل ده. مهام سهلة، والدروب اللي قدامه مثلا قدامه شوية لسه ممكن تشتغل فيه براحتك. هنا مثلا جروب تليجرام، هنا مهام سهلة، هنا اشتراك في موقع ميدم، هنا تتفرج على فيديو، هنا ريتويت، هنا شير على الفيس، هنا جروب تليجرام، حاجات كلها مهام سهلة والمعتاد بتاعنا مفهوش اي جديد. كان معانا حاجة تاني، ده ايردروب كنت شرحته اول امبارح خاص بعملة اسمها هنجن. الناس النهاردة بالنسبة اللي سجل فيه هيلاقي جه وصل له على الايميل زي رسالة تفعيل زيادة كده، هتلاقي ادالك عملة الا تلت او عملة الا حاجة بسيطة الا ربع مثلا من عملة هنجن. طبعا لو نزلت البرنامج، لسه ما نزلتش البرنامج هنزله النهارده، الرسيط باذن الله هيزيد معاك في البرنامج. بالنسبه للعمله معاك حاجتين، يا اما تنزل على الاندرويد يا اما تنزل على جهاز الكمبيوتر. خش بقى على اللي بعده. الدروب ده خاص بعمله اسمها اوركس، هيدينا 500 منها. نجيب كده الدروب من الاول. اول دروب هيدينا 500 من العمله، العملة بتساوي 5 سنت، فبالتالي هيساوي $5 أو حاجة زي كده. تعالى نحسبها. احنا قلنا 500 في 0.5، لا $25. طب كويس، تاني الاير دروب ده سعره معانا $500، $25 انا اسف. اول حاجه مهمه تطلب مننا مساله حسابيه، هديك مساله حسابيه قبل ما تجاوب عليها دوس له كلمه كونتينيو وبعد كده تحط الاجابه. تمام، بعد كده اشتراك في جروب تليجرام، اشتراك في جروب تليجرام، بعد كده بتعمل له فولو للصفحه دي بتاعتهم على تويتر، بعد كده الاثباتات بتقول له دن وبتدي تحط الاثباتات بتاعتك. كده كده جروب تليجرام بتقول له دن من غير اي اثبات عشان هو ايه انت على البوت نفسه. بعد كده بالنسبه للتويتر بيقول لك حط اليوزر بتاعك بتاع تويتر اللي انت عملت بيه ايه فولو. بعد كده بيطلب منك الايميل ورقم محفظه الاثيريوم مال بتاعتك، وبيديك بعد كده رابط الاحاله عشان تحس التروج للعمله. بكده يكون الدروبات معانا انتهت النهارده. اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، ولو عجبكم دوسوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.